اهلا وسهلا فيك مشترك رقم 45، مش لازم يخلص الوقت والا وين انا كتير جوعان، هالشي ما بياخد كتير وقت. هاي مايكل، تعطيني شوية بايت؟ انت عم تلعبي هاللعبة كمان؟ ايه كلنا عم نلعبها. الله يلا اعطيني. لا حل عني هوقلي، بحياتي ما كنت احلم يكون عندي هيك سيارة حلوة، بحياتي مش حيكون عندي السيارة، بعد معي كتير وقت. اوف شو هيدي؟ مايكل ليش وقتك هالقد واطي؟ او ماي جاد، بعد عندي بس نهار واحد، لازم روح اسال امي عن شوية وقت. ماما بليز فيكي تعطيني وقت؟ بعد معي بس 50 سنة، اكيد ما حاعطيك. بعدين يا غبي عشان تشتري كل شيء. بليز يا جماعة حدا يساعدني. مايكل من على بكرة انت رح تبطل الادمن تبع اللعبة. لا هيدا مش عدل. ما بيهمني، على بكرة رح استبدلك بحدا تاني. لازم لاقي شي طريقة. شو هيدا؟ مايكل انتبهي، اذا نقيت هاي بيروح وقتك. زاد شي وقتي؟ شو؟ ليش بعده عم تبرم؟ هاي حدا بيعرف وقتي ليش بعده لودينج عندي؟ هيدا الشي بدل انه وقتك قرب يخلص وانت عن قريب حتصير برات اللعبة. شو؟ عم تمزحوا معي؟ وقتي بعده لودينج عم يطلع لي خيارات؟ شو؟ هالصوت حقيقي؟ بقرة حقيقية؟ لو بعدها لودينج هيدا بيعني انه وقتي زاد حتى يطلع لي خيارات. خلونا نتسلى شوي. مايكل عاساس وقتك خلص، ليش بعده عم يعمل لودينج؟ ايه شي كتير غريب. بعتقد انه وقتي زاد. بليز بليز مايكل خبرنا كيف عملت هيدا الشي. بدكم تعرفوا؟ امبارح انا نقيت التابوت. واو يلا يا شباب قوموا كلنا ننقي التابوت. انتبه بعد شي 16 شخص باللعبة. واو فيي اربح اللعبة. مايكل ليش بعده عم يعمل لودينج عندك؟ على اساس خلص وقتك. لانه نقيت امبارح التابوت فعطوني وقت زيادة. واو يعني لازم كلنا ننقي التابوت صح؟ صح. يلا يا شباب قوموا كلنا ننقي التابوت. وقعوا بالفخ تبعي. انتبه بعد في 10 لاعبين باللعبة. يه بين الوقت تبعي 100 سنة؟ واو مايكل ليس في كتير اشخاص برات اللعبة. شو بعرفني انا؟ طيب ليه كلنا عم بينقوا التابوت؟ شو خصني هن ينقوا؟ مش ذنبي. مش انت اللي قايل لهم ينقوا التابوت؟ لا اكتر اشخاص بيشتروا اشياء مش مفيدة باللعبة هن اللي بيربحوا. شو؟ فبدك تلحق حالك وتشتري اشياء مش مفيدة. يعني هلأ لازم اشتري كتير اشياء؟ بدي كلسات لانه الكلسات تبعي منقور. انتبه بعد في 4 لاعبين باللعبة. ليش هيدا مش طالع سعره؟ مايكل انت نقيت شي تاني.